طيب دكتورة، نتكلم عن البحث العلمي في مصر. كيف يعني حضرتك تنظري إلى هذا البحث العلمي؟ كيف طريق يعني مستواه، تقدمه إيه، صلته بالبحث العلمي في العالم؟ تمام. اولا البحث العلمي في مصر بيقاس بكذا مؤشر، مش مؤشر واحد. لو مسكنا كل مؤشر على حده، لو قلنا النشر العلمي الدولي، يعني قد ايه انا بنشر بره وبره بيشوفوا الابحاث اللي انا عملتها، احنا في اعلى 17%، ودي حاجه مشرفه. اعلى 17% يعني على العالم كله. يعني نحن ننشر ببساطه، يعني ننشر ابحاثنا العلميه في الخارج بشكل مكثف. بشكل مكثف وناجح. ما هو كونهم بره بيقروا البحث بتاعي وينشروه، ده معناها انه ناجح. لكن مش هو ده بس البحث العلمي اللي احنا عايزينه. احنا عايزين كذا حاجة في البحث العلمي. اولا البادجت او الميزانية اللي بتصرف على البحث العلمي. دلوقتي احسن من الاول كتير جدا طبعا، لان الدستور قال 1% من موازنة الدولة توجه الى البحث العلمي، فده رفعه جدا. تاني حاجة المعامل متجهزة ازاي. المعامل في بعض الجامعات اللي هي في القاهرة وعين شمس متجهزة كويس جدا، واسكندرية والمنصورة. نيجي للأقاليم، لا، التجهيزات مش كويسة. رغم الأقاليم أيضا بها جامعات. بها جامعات، لكن معاملها مش بنفس المستوى بتاع الجامعات. في جامعات واخدة رانك كويس ومعاملها متجهزة كويس، في جامعات لا. الحاجة التانية قد إيه أنا بصرف أو أنا بدخل للدخل القومي من البحث العلمي. احنا ضعاف جدا في الحته دي، بمعنى قد ايه انا بطبق من هذه الابحاث للبحث العلمي في الدوله. زي ما لسه في السؤال اللي فات حضرتك قلت لي بنعتمد على الخارج في حاجات كتير. بنعتمد على حاجات كتير، رغم ان البحث العلمي المصري مليان حاجات كتير جدا يمكن ان تنفذ. ليه ما بتنفذش؟ لان ما فيش ثقه كامله ما بين اللي بينفذ والباحث. الاثنين كده في بريدج مقطوع. طب يعني الباحث هو الذي يقوم بهذا البحث العلمي. أيوة. من الجهات المنفذه؟ الجهات المنفذه بقى مش الباحث، هو الباحث من بقى؟ ممكن محافظين، ممكن رجال اعمال، ممكن رجال الصناعه، الوزراء التانيين بياخدوا من هذه الابحاث. يعني انا في رايي ان كانت وزاره البحث العلمي قدام المجتمع هي مش وزاره خدميه زي التموين والداخليه. أيوة. والتعليم وكده، الا انها بالفعل خدميه، لأنها ممكن تحل أي مشكلة في المجتمع، سواء مشكلة غذائية. أيوة. زراعية، صناعية، ماء، طاقة، كل الحاجات دي أبحاث الدنيا موجودة في مصر، وأبحاث على أعلى مستوى، بس لا تطبق غير قليل جدا منها. طب عدم التطبيق ناتج عن عدم التمويل المادي؟ هو الوزارة ما تقدرش تطبق. تمول. أيوة. طبعا. أيوة. لكن في حاجة جميلة اتعملت في الوزارة اسمها تحالفات. يعني ايه تحالفات؟ يعني تحالف ما بين رجال الصناعة يقولوا احنا عايزين ايه من البحث العلمي، والبحث العلمي يقدم لهم الابحاث اللي مختصة بهذا الموضوع. في حاجة اسمها جسور برضو، عشان حضرتك بتقولي لي ايه احنا فين وبره فين. جسور دي بتقرب العلماء اللي في الخارج والعلماء بتوعنا. كتير قوي من علمائنا في الخارج الحقيقة كانوا بيعرضوا خدماتهم وما زالوا بيعرضوا خدماتهم انهم يجوا يعملوا حاجة في مصر. من امثلتهم طبعا دكتور زويل ودكتور مجدي يعقوب ودكتور مجدي سمك وهاني عازر وغيرهم وغيرهم. كل دول جم مصر عملوا حاجات. فجسور دي بتشجع على التواصل وعلى ان يعني نبقى قرية صغيرة في مجال العلم. طب مستوانا حاليا ايه كمصر في مجال البحث العلمي؟ لا، لو خدنا كل البيلرز او كل المؤشرات اللي قلت حضرتك عليها يعني محتاجين نرتفع. لما هنرتفع الحقيقة خسارة، يعني خسارة ان عندنا كل الابحاث دي، عندنا كل العقول دي ومش قادرة اطبق. ولذلك دلوقتي في اهتمام كبير جدا بالملكية الفكرية، لان دي الخطوة الاولى اللي هتشجع اي باحث انه يطبق بحثه. طب تلك وسيله، او يعني تلك وسيلة. الملكيه الفكريه. الوسيله الثانيه ازاي انا اعرف اكلم رجل الاعمال واقنعه ببحثي. الوسيله الثالثه ان بقى في مكاتب اسمها تايكو تبع وزاره البحث العلمي. تايكو دي تكنولوجي انوفيشن كوميرشاليزيشن اوفيس، يعني مكاتب لتسويق الابحاث.
الوسيلة الرابعة أن أنا أعمل معارض لمخرجات البحث العلمي، مش للبحث المقروء على ورقة، لا للمخرجات. الوسيلة الخامسة أن أنا أنزل المصنع أو الجهة اللي فيها مشكلة وبعدين أرجع معملي أعمل البحث، مش أعمل بحثي وبعدين أدور مين اللي هيستفيد بيه. كل الحاجات دي هتقرب أن احنا نكون زي الدول المتقدمة اللي بتصنع حاجتها بنفسها. في الأول هنكفي روحنا وبعدين نقدر نصدر، لكن ما بقاش معتمد على التصدير على سوري على الاستيراد في كل حاجة بالمنظر ده.